هاي بنات، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بفيديو اليوم الفيديو راح نجرب مع بعض اشهر الاكلات اللي انشهرت على تيك توك الفتره الماضيه، او اللي هي ترندات الاكل يعني بشكل عام. صراحه انا كتير بحب اجرب هدول الاشياء، لانه انتم بتكونوا قاعدين على التيك توك بتشوفوا انه في ناس قاعدين عم يخلطوا اشياء، وبعمركم اصلا ما تتخيلوا انه في هيك شيء، او ما تتخيلوا انه ممكن ينخلطوا اصلا. فالشيء هيك ممتع مسلي بنفس الوقت غريب. فجايبه اليوم هيك كذا شغلة بدي اجربها معاكم، ترندات للتيك توك. بس قبل ما نبلش بدي احكي لكم انه لا تنسوا تضيفوني على التيك توك، انستغرام، سناب شات، حترك لكم اياهم هون، هلا رح يطلعوا. ويس يلا خلينا نبلش على طول. اول فيديو اللي هو فيديو لوصفة انا صراحة كتير نفسي انه انا اجربها كتير، باستعمال مخلل التوم. Call me crazy but it's delicious and I'm gonna show you how to make it. This is the garlic. I am so strong. And then you just pour out the vinegar. Sriracha. Like a lot. Chili flakes. My mouth is already watering. I do a teaspoon. In there. And lastly, thyme. I just unscrew the whole thing because I want a lot. Yep. You should try. جبت مخلل التوم عندي هلأ هون. بدي أول شيء أصفيه من المي اللي فيه. أوكي بليز لا تنكب علي. أوكي تكب علي خريحة. أو ماي جاد، ريحته. أول لبسة البلوزة هاي. خليني أروح أصفيه من المي اللي فيه وأجيكم. أوكي صفيته. راح أحط السيراتشا، لازم نكتر عشان هي قالت كتروا، فراح أكتر. شو هالبهدلة هاي؟ وراح ماي جاد الريحة. وراح اجيب التشيلي فليكس، راح احطه شوي. لا 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 اوكي مو مشكلة. الزعتر كترت من كل شيء ما اسكاني. اوكي هلا راح اسكره وراح احاول انه انا اخلطه ارجه يعني. اوكي يس عم ينزل. اوكي اتوقع انه تمام عشان تشوفوا كيف صار. فخليني ادوقه. بسم الله شوفوا يما حاسه خايفه. بسم الله. او ماي جاد اوكي سبايسي جدا بس عجبني. دقيقه رح اجرب كمان واحدة. حاسة اني صدعت بس الحرارة، اللي هي الحرارة اللي بتوقف هون. اوكي انا صراحة كتير عجبني. هو مخلل توم وليس توم عادي، فاتوقع لما تخللوا التوم بتبطل الريحة تعلق بالتم وهيك. بس صراحة انا جد عجبني. كتير زاكي صراحة. أنا أبداً ما تخيلت ولا 1% إنه يعجبني، وحسيت إنه أنا أصلاً يعني رح أسويها وأتوقع إنه أنا ما رح آكل هذا الشيء، بس صراحة رح أخليه. بس يا جماعة الناس اللي بتحب السبايسي والحوامض بس اللي تجربه، أما الناس التانية اللي ما بتتحمل السبايسي لا تجربه، إنه فعلاً هو كتير سبايسي. آخر واحدة. هي بعطيها 1000 من 10. تقريباً هذا أكثر شيء كنت خايفة منه. نيجي على اللي بعده. So الترند هو عبارة عن انه ناس بيروحوا بيجيبوا الايس امريكانو او الكوفي المتلجة السوداء من ماك مع الكون الايس كريم ويحطوهم على بعض ويشربوهم. كمان كتير ناس جربوا هذا الترند وكتير ناس حبوه، فتعالوا معي خلينا نروح نجربه. رايحين هلا نجرب ترند الكوفي تبع ماك مع ايس كريم ماك. So مبدئيا المنطقة اللي انا فيها او تقريبا معظم الماكدونالدز الكتار ما لقيت عندهم الايست امريكانو، عندهم بس السخنه. فشو راح اسوي انا بما انه الايست امريكانو او البلاك كوفي هي نفسها عند كل الدنيا يعني؟ راح اروح على ستاربكس اجيب الكوفي، بعدها حروح على ماكدونالدز واجيب الكون الايس كريم واحطها عليه، لانه هي تعتبر نفس الكوفي يعني، هي الكوفي وحده. اتمنى انها تكون حلوه عشان بصراحة يعني أنا كتير بحب الآيست أمريكانو وما بدي تخرب عشان أنا فعلا نفسي فيها. Let's go. بيت سنيني بيك عشان بحبك. مسكر. بكرهكم كلكم.
نفكر. اوكي في ستاربكس تاني هون قريب طالع 5 دقايق فخلينا نروح نشوفه. اتوقع انهم مسكرين عشان اليوم جمعة وهلا تقريبا موعد الصلاة فمعقول يمكن عشان هيك مسكرين. يعني انت هون وماك وراك بليز 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 كون فاتح. ما في باركينج. مضطرة اني ارجع الف. او ماي جاد انا عم بصدقكم باشياء يعني اقسم بالله انتم المفروض يعني ما تعرفوها. المفروض اصور لكم الدرينك وخلاص انتهينا بس يعني من العشم فاهمين. اروح لك كيف حيط بدنا نشرب كوفي. دانكن دونتس المفروض انه هو دائما مفتوح. لطيف ظريف. مسكر شكله مسكر. حاطين زي لوحة مكتوب عليها التايمينجز. او ماي جاد بيفتحوا على الساعة 1. هاي اوبن؟ ار يو اوبن؟ الحمد لله في وحدة طلعت لي. او ماي جاد فاتحين. يا ابوسك اقسم بالله حروح هلا ابوسك. انا لا بمزح مش لهالدرجة بس اني كثير مبسوطة. كورونا يس. او ماي جاد رح ابكي واخيرا اشرب منها شوي. ليتس جو تو ماك. الله اكبر قاعد عم بيقدم. وصلت ماك فاينلي. هاي جود افترنون. هاي كان اي جيت وان فانيلا ايس كريم كون؟ اوكي ذاتس ات. هاي ثانك يو سو ماتش. هاي هاو ار يو؟ ثانك يو. اوكي سو اما رجلي وقت قوطة يا عسلية. عم تكب علي. سو عندنا هاي الكوفي وهاي الايس كريم. بدي احاول انه انا اطلعه كله نفس هيك اخلطها. بليز كوني زاكية عشان والله تعبت عليكي كثير. موضوع اصعب من ما تخيلت. شوفي كيف صار لونها. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. استغفر الله. مش عارفة شو احكي بس انتو كيف بتحكوا انه هذا الشيء زاكي؟ كيف؟ استغفر الله يا ربي في طعم غريب ما توقعت هيك طعمه ولا 1%. 0/10 ابدا مش زاكي ابدا. خلينا نرجع على البيت ونكمل باقي الترندز احسن بكثير. ترند الاندومي. سو هاي وحدة قاعدة عم تفرجينا طريقتها بعمل الاندومي ولقيت انه الفيديو كثير جاب فيوز وكل الناس اللي تحت بالكومنتس جربوه وقعدوا يقولوا انه بجنن. اللي بتسويه هي انه هي بتحط اول شيء الزيت تبع الاندومي وبتحط معه صلصه طماطم، بتحط معه صويا صوص وبتحط معه دبس رمان، بتحط معه شطه شوي، بودره الاندومي كمان بهارات الاندومي اللي جايه، بتخلطهم مع بعض كثير منيح، بتعصر عليهم نص ليمونه، مي، ومع كريمه الاندومي. فخلينا نروح نسويها ونجي نجربها. جبت الاندومي، حطيت اول شيء الزيت تبعه، بعديها ملعقه صلصه، شويه دبس رمان، وشويه صويا صوص، وشويه شطه. بعديها حطيت باودر الاندومي، حركتهم شوي مع بعض، عصرت نص ليمونه، وحطيت شويه مي، حركتهم كمان شوي مع بعض، وبعديها نزلت الاندومي او المعكرونه المسلوقه. وهي الاندومي مولع بس شايفين الحراره. خلينا ندوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته حلوه بس ريحته حامضه. عارفين لما تحسوا انه في شيء ريحته حامضه؟ هذا ريحته حامضه. هو حلو بس انا بصراحه بالنسبه لي الاندومي العادي اسكب 1000 مره. انا ما بحب اي اضافات على الاندومي بشكل عام. بحب اندومي خلاص هو ينحط زي الظرف اللي فيه نحطه بس بصراحه زاكيه يعني عادي ممكن انا اكملها. يمكن انا يعني اسويها مره ثانيه. حامضه شوي، هذا الشيء يمكن اللي انا حبيته فيها اكثر شيء. اول ما اكلتها شوي حسيت انه عادي يعني، بس هلا بعد ما بلعت اول لقمه لا زاكيه. عارفين هذا الاحساس؟ صراحه حبيتها. سو الترند اللي بعده اللي هو ترند العسل المثلج. مين فينا ما شافه؟ هو انه انتم بتحطوا عسل بقنينة مي تقلبوها وتحطوها بالفريزر وتجوا مثلا بعد 8 ساعات او بعد يوم كامل تاكلوها، يعني بتصير هيك شكلها. كل الدنيا انجنت عليها وكل الدنيا كثير عجبها الترند هذا. يمكن انا اخر وحده اجربها. صراحه انا خايفه منها لانه انا ما بحب العسل، يعني باكل عسل بس ما بحبه كثير. عندي هاي القنينه تبعت المي، بدي اعبي عسل امليها
ما بدي اكتر كمان. هلا راح اسكر القنينه واقلبها بهذا الشكل، ما احلى شكله، واحطها بالفريزر وراح نجي بكره نشوف شو النتيجه. هاي القنينه راح اخليها هون لبكره. شغله كمان بدي اسويها هلا عشان هم الاثنين احطهم على الفريزر ونرجع بكره ندوقهم الاثنين مع بعض، اللي هو ترند العنب. هذا الترند كثير انا متحمست له، اللي هو وحده بتجيب عنب وبتغسله وما بتنشفه، بتخليه هو مبلول، بعديها بتشيله من ال شو اسمه هالعنقود يعني تبعه وبتحطه بكيس، وبعديها بتجيب علبه جيلي النكهه اللي احنا بدنا اياها، وبنفرغ تقريبا 3 ارباع الكيس بالعنب، وبعديها بنرجرجه وبنعبي العنب كلياته بنحطه بالفريزر، وبنيجي بكره نشوف شو النتيجه. سو عندي هون العنب وعندي هون الكيس وعندي هون الجيلي، فغسلت العنب لساته مبلول، بدي احطه بالكيس. هلا عندي هون الكيس، هلا بدي اجيب علبه الجيلي. اوكي، هذا الكيس هاد بدي احط تقريبا 3 ارباعه في الكيس. هلا راح اخلطهم ورح احطه بالفريزر ورح نجي بكره ندوقه. شوف شكله، اقعد جنب اخوك. اوكي، صار احنا هلا بكره، المفروض يعني انه احنا بعدها بيوم هلا، ثلجت العسل، هذا هو القنينه لحالها هيك انشفطت. خلينا نشوف. بسم الله، انا ما كثير بحب العسل بس شوفوا. او ماي جاد. سو راح اجيب المقص، راح اقطع شوي. God. هاد الشي تو ماتش عسل، كنت رح توقع. ويت هيها. بسم الله، لا تو ماتش عسل، انا ما بحب العسل، فانا عشان هيك ما عجبني، بس مش قادرة احكي. بس اذا انتم بتحبوا العسل او بتحبوا طعمه، اي ثينك انه رح يعجبكم، واول ما تحطوه بتمكم على طول ببلش يدوب، مش يعني مش شيء انا بحبه. اوكي، سو هاي بصراحة انا رح اسكرها ورح اتركها برا، اخلي العسل يرجع يبطل متلج وكذا ويرجع اهلي يستخدموه عادي، عشان طبعا حرام تنكب. ترارارا، اكثر شيء متحمسة له بالعالم العنب المثلج، صار جاهز وكثير متحمسة عليه لانه فعلا كتير ناس مدحوه. أول شي رح أدوق هاي، ما فيها كتير بس استل فيها الجلي. فبسم الله الرحمن الرحيم، أنا أسناني شوي حساسة فبداية شوي من التلج هيك، بس أوكي هو حلو، بيشبه طعم شغلي ما بعرف شو اسمها، حط لكم صورتها هون. اكيد كثير منكم ضايقها، ونسخه كمان طعم شغله ثانيه كان راح احط لكم صورتها هون، حبيته. بس الصراحه انا راح استخدم ممكن بالسموذيز، عشان انا فعلا اسناني يعني معاناه مع الاشياء البارده. وهيك وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله انه يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي، بحبكم قد الدنيا. اذا اي وحده فيكم في عندها فكره لاي فيديو معين حابه انه انا اسويه، بليز اكتبوا لي اياها تحت بالكومنتس، واكيد راح اقراها وراح احاول انه انا اسويها. بس والله بحبكم كثير كثير كثير، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لي لايك وسبسكرايب وكومنت. يلا باي.